حضرتك انا كنت ساكنه في عرب راشد، في عادي مفتوح، في عرب راشد في حلوان، في منطقه اسمها عرب راشد بعادي مفتوح. المهم جه صاحب البيت، جيت اخرت له شهرين ايجار، فعمل مشكله معانا كبيره، فحصلت مشاكل كبيره جامده، فاضطر جوزي ان يطلع منين من الشقه منع للمشاكل، كان ضرب نار ومشاكل وتبهدلنا، احنا ناس غلابه على قدينا. فطلعنا من الشقه، فسمعنا ان في جهاز 15 مي، في واحد في شقه نازله تبعه اللي يدفع 20,000. رحنا قابلنا الراجل في قلب الجهاز، ما كانش فيه شك فيه خالص ولا قلق من ناحيته خالص، ودخلنا الجهاز قعدنا معاه. بكام؟ قال لك ب 20,000. طب في ورق؟ قال لك لا، 15 يوم بالظبط وهتلاقي ناس كلها قاعده معاكم في العماير، و15 يوم بالظبط هتتلموا كلكم وهنقارن لكم وضعكم. رحنا دافعين له، طب في وصل في اي حاجه؟ قال لك لا، انا بنفسي طالع معاكم وهفتح لكم الشقه. فعلا جه معانا فتح الشقه وادانا المفتاح، تاني يوم جبنا العزال وقعدنا في شقتنا عادي. رحنا له بعد 15 يوم ما لقيناهوش. بدات اسال جيراني، انت دي تقول لي ب 15 ودي تقول لي ب 10، طب ازاي كده؟ في حاجة غلط. فبدأنا نروح ونسأل، قال لك لا ما فيش حد بالاسم ده هنا. ازاي ده استاذ محمود هنا؟ قال لك لا ما فيش حد بالاسم ده هنا. اضطرنا احنا نقعد، بدأت الحكومة تجينا، قلنا لهم احنا اتنصب علينا الامر كذا كذا كذا. قال لك الحكومة مش مغفلين، قلت احنا ناس غلابة، احنا مش مغفلين، احنا ناس غلابة ومطرودين ومتبهدلين، نعمل ايه؟ ما صدقنا تعالنا بقشاية، الفلوس دي احنا جايبينها بالسلف وبعت عفش بيتي، هعمل ايه حضرتك؟ قال لي خلاص اقعدوا. جم بعتونا بعد كده الجهاز، تاخدي 3000 جنيه وتطلعي؟ ايه السر ان انت تديني 3000 جنيه واطلع؟ لولا الغلط كده من الجهاز، ايه السر انت تعرض على دي 3000 ودي 2000 ودي 1500؟ ايه السر؟ وعلياتنا طلعوا ب 1500 وب 1000 جنيه ومن الضغط مشيوا ومعانا الناس. والسر كمان اللي عايزه افهمه، اشمعنى الارضي والخامس اللي مش تمليك؟ اشمعنى كده؟ في لعبه من الجهاز نفسه كده، في لعبه من الجهاز، كله تمليك، الثاني والثالث والرابع متملك، اشمعنى الخامس قانوني؟ اشمعنى الخامس والارضي؟ ساعه الثوره بدا البيع من قلب الجهاز، يبقى الغش والخداع ده كله لينا من قلب الجهاز، ادونا على قفانا بمعنى اصح. انا دلوقتي حضرتك بعد الثوره انا كنت ساكنه جار يعني، فبعدين جوزي جه تعب وعمل عمليه قلب يعني، وما قدرتش، جم الناس قالوا لي ايه ده، في واحد بيبيع شقق وبعد كده الحكومه يعني الجهاز هيديها لك ملك. قلت لهم ماشي، فجابوني يعني واحده صاحبتي جابتني له واشتريتها، فاما اشتريتها منه انا مش عارفاه، هو واحد في الجهاز، واحد في الجهاز يعني، كلنا اشترينا منه على فكره. فهو ايه قال لنا انتوا هتاخدوها مني كده بفلوس رمزيه وبعد كده الجهاز هيديها لكم بعد ايه ما تعملوا يعني قلق وكده. فاحنا قلنا اربع حيطان هتلمنا يعني وكده. فانا يعني انا كنت ساكنه بره بالايجار، كنت ساكنه في المساكن اللي هي الاقتصاديه تحت عند العرب كده، ايجارات يعني بسيطه كده وعلى قد الغلابه يعني. فانا كنت ساكنه فيها، فهي واحده صاحبتي دلتني على الراجل ده، انا اشتريت زي اي حد وقعدت فيها، انا دفعت 10. لا هي كده كلها من ال10,000 على اساس ان انا هقعد فيها وبعد كده الجهاز هيدهاني يعني زي الناس اللي فوق، مثلا 5 مقدم وبعد كده 3 زي الناس ما قالوا لي بالظبط. فانا صدقتهم، قلت اربع حيطان يلمون انا وعيالي صغيرين، وخدتها وقعدت فيها. بصيت لقيت كل شويه حكومه ويجي والجهاز يجي بقوه تقريبا كده من 3 سنين ويعني او 4 كمان اكتر. وبكل شويه يجوا، احنا على فكره كانت ناس كتير قوي في الشقق، مش احنا بس، ده كانوا 100 وحاجه، وفضلوا برضو يبهدلوهم ويرموا لهم عزالهم في الشارع ويطردوا عيالهم ويجوا بالليل يطردوهم في الشوارع ويضربوا عيالهم ويسيحوا دمهم، اقسم بالله كان دمهم بيسيح قدامنا كده، ويضربوهم ويقولوا لهم انتوا مختصبين الشقه، انتوا بلطجيه. نقول له احنا مش بلطجيه، ادهنا، احنا لو بلطجيه مش هنقول لك هندفع فلوس. يجي برضو ويبهدلنا لحد يوم الحد اللي فات، اللي قبل اللي فات ده، بصي اجرام الدنيا كله من الحكومه شفناه، حتى طلبوا المباحث، جم بهدلونا وشتموا الستات شتيمه مش قادره اقولها لك والله. طب انتوا اشتريتوا ب 10,000؟ ده مش قانون، ده في اكتر، في اكتر، في اشترى اكتر، لان كلهم كانوا مفهمنا ان احنا الجهاز هيدهلنا. بس ده برضو كان مش قانوني. انا فاهمه ان هو مش قانوني، انا ما بنكرش، بس احنا دلوقتي كنا متعلقين في قشايه،
لان في بصي حضرتك عمارات كتير مبنيه واحنا في الشوارع وبنربي عيال وبنعلمهم ومش قادرين نصرف عليهم. يعني احنا من حقنا شقه، كل الناس دي من حقها شقه. يعني انا حقي في الدوله شقه بس تلمني، مش عايزه اكتر من كده. تلمني وتلم عيالي وتلم لحم اللي هم عمالين يرمونا في الشوارع. وكمان مش عاجبهم ان الناس تقعد في الشارع عم تدور على شقه، بييجوا يشيلوا بالبنتوزر. اقسم بالله الحد اللي قبل اللي فات مسكوا الراجل كده الحاجه بالبنتوزر ورموها كده في قلب العربيات، وكان منظر كلنا كنا عمالين نعيط وقلنا الصلبات الصلبات. وبيشتمني شتيمه وحشه وضربني على ظهري وعضني في صبعي، اقسم بالله عضني وضربني امين الشرطه. لو هم هيدوني شقه بس يدوني مفتاحها ويدخلوني فيها وانا هديهم الشقه دي. هي مش بتاعتي مش بتاعتي مش بتاعتي، بس جيب لي بديلها، جيب لي بديلها واديني زي اي حد وليا حق في الدنيا في الدوله ادهولي. احنا اولادك يا ريس وبنقول لك احنا طمعانين في كرمك، مش هقول لك اكتر من كده. الناس كلها طمعانه في كرمك. انت بتجري مع ناس غلابه وبتجري مع معوقين وبتجري مع ناس اطفال صغيره وبتجيب لهم حقوقهم، جيب لنا حقنا. انا مش طالبه منك انا والناس اللي معايا الا شقه، شقه الم لحمي فيها واربي عيالي واعلمهم تعليم كويس، عشان انت حضرتك بتلم البطاله من الشوارع. مش عايزه عيالي يبقى باطل ولا يبقى بلطجي في الشارع. لمني ولم عيالي، لمني ولم عيالي في شقه صغيره، ولم كل الشباب اللي هتبوظ دي. والحكومه مبهدلاها هتبوظ عيالنا يا ريس، يا ريس بص لنا ارجوك ارجوك وحياه عيالك بص لنا، بص ال 15 مايو وبص للناس المرميه في الشوارع منهم. ارجوك يا ريس عشان خاطرنا اعتبرنا اولادك زي ما انت ما بتقول. احنا بنسمعك كل يوم، كل يوم بنسمعك وكل يوم بنحبك وكل يوم بتزيد غلاوتك عننا، بس ارجوك ادينا شقه، ارجوك ادينا شقه.